بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة هي الحلقة 29 من سلسلة حلقات شرح مقرر مبادئ الرياضيات لطلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية، ونبدأ في هذه الحلقة بالوحدة الخامسة وهي المتتاليات ومجموعها. وفي البداية سنبدأ في مفهوم المتتالية. الوحدة الخامسة هي المتتاليات ومجموعها. وفي البداية نأخذ مفهوم المتتالية. نعرف أنه في كتابة أي مجموعة من العناصر فلا يهم الترتيب الذي نكتب به عناصر المجموعة. فمثلا لدينا المجموعتين، المجموعة الأولى 6 3 4 7 1 تساوي المجموعة الثانية اللي هي 1 3 7 6 4، نفس العناصر لكن في ترتيب مختلف، وفي الترتيب لا يهم بالنسبة لكتابة عناصر المجموعات. لكن في بعض الحالات نحتاج إلى دراسة مجموعة من العناصر مرتبة بطريقة معينة. فإذا فرضنا أن درجة الحرارة العظمى مثلا في مدينة ما خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان كالتالي: اليوم الأول 26، اليوم الثاني 27، وهكذا 27، 28، 30، 31، 29، 29، 27، 28. هذه حسب الترتيب مأخوذة. ف26 تمثل لي اليوم الأول وهكذا. هذه الأعداد مأخوذة بنفس الترتيب وتسمى بالمتتالية، وكل عدد من هذه المتتالية يسمى بحد المتتالية. إذن إذا أخذنا الأعداد وكان هناك الترتيب مهم، فهذا الترتيب لهذا الأعداد يسمى بالمتتالية، وكل عدد من هذه المتتالية نسميه حد المتتالية. ففي المتتالية السابقة نقول أن الحد الأول للمتتالية هو العدد 26، والحد الثاني هو العدد 27، والحد الثالث أيضا 27، لغاية الحد العاشر هو 28. وقد تكون المتتالية منتهية، أي أن لها عدد معين من العناصر ومحدود كما في المتتالية السابقة، وقد تكون المتتالية غير منتهية، مثل متتالية الأعداد الطبيعية الفردية والتي تكون على الصورة. متتالية الأعداد الطبيعية الفردية هي 1 3 5 7 بالترتيب وهكذا. ونلاحظ هذه المتتالية غير منتهية، أي لا عدد حدودها غير محدود. فالمتتالية الأعداد الطبيعية الفردية 1 3 5 7 9 11، هذه المتتالية تعطى بالعلاقة 2n-1. الأعداد الفردية تعطى بالعلاقة 2n-1 لكل n عدد طبيعي. وإذا رمزنا لهذه العلاقة بالرمز an فتصبح العلاقة كالتالي. هذه العلاقة رمزنا لها بالرمز AN فأصبحت كالتالي: AN تساوي لي 2N-1، وتسمى بالحد العام والذي تدل على بقية الحدود. فنجد أن الـ A1، لاحظ A1 لو طبقنا عليه العلاقة تساوي لي 2 في 1-1، وفي النهاية تساوي لي 1 وهو الحد الأول. ولو طبقنا أيضا A2 تساوي لي 2 في 2، أي عوضنا بدل أن هنا 2 تم تعويضها هون، لأن أن هنا في العلاقة الأصلية يتم تعويضها هنا، فتصبح 2 ضرب 2 4-1 3 وهو الحد الثاني، و A3 تمثل الحد الثالث وتساوي لي 5، وهكذا
نجد بقية الحدود متتالية أخرى. متتالية مضاعفات الموجبة للعدد 5 يمكن كتابتها على الصورة 5 10 15 20 25، وهذه المتتالية حدها العام هو AN تساوي لي 5N، وN عدد طبيعي، وبالتالي فإن A1 تساوي لي 5 في 1 ويساوي لي 5، لاحظ محل N نعوض قيمته في العلاقة، فعند A1 والذي يمثل الحد الأول عوضناه في العلاقة 5 في 1 5، والحد الثاني A2 عوضناه في العلاقة 5 ضرب 2 ويساوي لي 10 وهو الحد الثاني، و A3 عوضناه في العلاقة 5 في 3 15 وهو الحد الثالث، و4 تصبح A24 وهو الحد الرابع. ونأتي إلى تعريف المتتالية. المتتالية المنتهية والغير منتهية هي ترتيب معين من الأعداد. إذن المتتالية هي ترتيب معين من الأعداد، و حيث تكتب المتتالية المنتهية لعدد N من الحدود على الصورة، لاحظ تكتب كالتالي A1 ثم A2 A3 لغاية AN، هذه متتالية منتهية عدد حدودها N من الحدود، ولاحظ في ترتيب معين نبدأ A1 والذي يمثل الحد الأول، A2 الحد الثاني، A3 الحد الثالث لغاية AN وهو الحد النوني، ويمكن كتابتها على الصورة كالتالي AK حيث K تبدأ من 1 لغاية N. أما المتتالية الغير منتهية فطريقة كتابتها، وتكتب المتتالية الغير منتهية على الصورة، لاحظ A1 الحد الأول، A2 الحد الثاني، A3 الحد الثالث، و بعد 3 نقاط لا نكتب شيء لأنه غير منتهية ليس لها عدد معين من الحدود. أو ممكن كتابته على الصورة برضو AK حيث K تمثل تبدأ من 1 لغاية ما لا نهاية. يمكن تحديد لبعض المتتاليات حدها العام AN، أي أن الحد العام ممكن تحديده لبعض المتتاليات بعبارة جبرية كما فعلنا سابقا في المتتالية مضاعفات الموجبة للعدد 5 وهي 5N، والأعداد الطبيعية الفردية الموجبة هي 2N ناقص 1، حددنا الحد العام لها. وأحيانا لا يمكن تحديد حد عام لبعض المتتاليات مثل متتالية الأعداد الأولية والتي تكتب على الصورة 2 3 5 7 11، هذه لا يوجد لها حد عام. نأخذ مثال، اكتب الحدود الخمسة الأولى من المتتالية التالية. المتتالية الأولى هي AN تساوي لي N تربيع ناقص 2N. المتتالية الثانية AN تساوي لي -1 قوة N زائد 2N. المتتالية الثالثة هي A1 يساوي لي 2 و AN تساوي لي AN ناقص 1 ناقص N. نبدأ في الحل. لإيجاد الحد الأول للمتتالية AN تساوي لي N تربيع ناقص 2N، نعوض بدل N بالعدد 1. إذن لإيجاد الحد الأول يكون هناك N يساوي لي 1، ف
فأي واحد يساوي لي واحد تربيع ناقص اثنين في واحد وتساوي لي واحد ناقص اثنين ويساوي لي سالب واحد. هذا الحد الأول. لإيجاد الحد الثاني نفس الطريقة، نعوض بدل ان في ان اثنين، فالحد الثاني يصبح اثنين يساوي لي اثنين تربيع ناقص اثنين في اثنين، ويكون الجواب أربعة ناقص أربعة صفر. هذا الحد الثاني. الحد الثالث أن تساوي لي ثلاث، إذن A ثلاث تساوي ثلاثة تربيع ناقص اثنين في ثلاث، ويساوي لي تسعة ناقص ستة ويساوي لي ثلاث. أن أربعة لإيجاد الحد الرابع، A أربعة يساوي لي أربعة تربيع ناقص اثنين في أربعة ويساوي لي ستاش ناقص ثمانية ويساوي لي ثمانية. أن خمسة لإيجاد الحد الخامس، أي خمسة يساوي لي خمسة تربيع ناقص اثنين في خمسة يساوي لي 25 ناقص 10 يساوي لي 15. وبذلك فإن الحدود الخمسة الأولى من المتتالية هي سالب واحد فاصلة صفر فاصلة ثلاث فاصلة ثمانية، وآخر حد الخامس هو 15. هذه المتتالية، الحدود الخمس الأولى لهذه المتتالية. المتتالية الثانية هي A n يساوي لي سالب واحد قوة n زائد اثنين n، فعند n يساوي لي واحد، A واحد يساوي لي سالب واحد الكل قوة واحد زائد اثنين في واحد، ويساوي لي سالب واحد قوة واحد سالب واحد زائد اثنين في واحد اثنين، ويكون الجواب واحد. عند n اثنين الحد الثاني اثنين راح يكون سالب واحد هو اثنين زائد اثنين في اثنين، ويساوي لي سالب واحد قوة اثنين واحد زائد اثنين ضرب اثنين أربعة، ويساوي لي خمسة. عند n يساوي لي ثلاث، اي ثلاث تساوي سالب واحد قوة ثلاث زائد اثنين في ثلاث، ويكون الجواب سالب واحد قوة ثلاث سالب واحد زائد اثنين في ثلاث ستة، ويساوي لي خمسة. عند ان اربعة الحد الرابع اي اربعة يساوي لي سالب واحد هو أربعة زائد اثنين في أربعة، ويساوي سالب واحد قوة أربعة واحد زائد ثمانية، ويساوي لي تسعة. عند أن يساوي لي خمسة، أي خمسة يساوي لي سالب واحد قوة خمسة زائد اثنين في خمسة، ويساوي لي سالب واحد زائد عشرة ويساوي لي تسعة. إذن حدود المتتالية الخمس الأولى هي واحد
خمسة خمسة تسعة تسعة للمتتالية الثالثة. لدينا الحد الأول معلوم وهو 2، والمتتالية هي AN تساوي لي AN ناقص 1 ناقص N، وهنا N أكبر من 1 أي تبدأ من 2. عند N تساوي لي 1، A1 معروف وهو معطى بالسؤال يساوي لي 2. عند N تساوي لي 2، A2 تساوي لي A2 ناقص 1 ناقص 2. لاحظ هنا N، هنا N ناقص 1، إذن هنا 2 وهنا 2 ناقص 1. نكمل، A2 ناقص 1 يعني A1 ناقص 2، وهنا المتتالية اعتمدت على قيمة الحد السابق لها. A1 يساوي لي 2 ناقص 2 ويساوي لي 0. عند N3 A3 يساوي لي A3 ناقص 1 ناقص 3 ويساوي لي A2 ناقص 3 ويساوي لي A2. الحد السابق ل A3 هي قيمتها 0 ناقص 3 ويكون الجواب سالب 3. عند N تساوي لي 4، A4 تساوي A4 ناقص 1 ناقص 4 وتساوي لي A3 ناقص 4 و A3 ناقص 3 ناقص 4 تساوي لي سالب 7. والحد الخامس عند N5 يساوي لي A5 ناقص 1 ناقص 5 ويساوي لي A4 ناقص 5 ويساوي لي سالب 7 ناقص 5 ويساوي سالب 12. إذن الحدود المتتالية الخمس الأولى هي 2 وصفر وسالب 3 وسالب 7 وسالب 12. مجموع المتتالية المنتهية. إذا كان لدينا A1 A2 A3 لغاية AN عدد حدودها N تمثل متتالية منتهية، فإن مجموعها ويرمز له بالرمز S هو S تساوي لي A1 زائد A2 زائد A3 لغاية زائد AN، فهذا مجموع المتتالية المنتهية ونرمز له بالرمز S، ونسمي S في هذه الحالة بمتسلسلة منتهية عدد حدودها N. ويمكن اختصار كتابة المجموع السابق على النحو التالي، انه S تساوي لي، لاحظ اختصرنا كتابة هذا المجموع بهذا الرمز، ويقرأ هذا الرمز بسيجما وهو يرمز إلى حاصل جمع مجموعة من العناصر. له حدود، لاحظ عند K1 لغاية N، وهي من بداية K ونهاية K. مثال: أوجد المجموع في كل مما يلي. الفرع الأول
أوجد قيمة S وتساوي لي مجموع من 1 إلى 4، من K تساوي لي 1 إلى 4 ل K تربيع ناقص K. الفرع الثاني S تساوي لي مجموع K من 1 إلى 5 ول 5 ناقص 2 K تربيع. الحل أولا نوجد قيم الحدود الأربعة الأولى، ومن ثم نوجد حاصل الجمع. فلدينا المجموع الأول، نريد مجموع الحدود الأربعة الأولى وهي K من 1 لغاية 4 ل K تربيع ناقص K وتساوي لي، نعوض K بواحد وهي 1 تربيع ناقص 1، زائد لاحظ بعد ما عوضنا K انها 1 في الحد الموجود عندي داخل المجموع، وضعنا بعد ذلك شرط الجمع، ومن ثم نزيد K بمقدار 1 فتصبح K 2، ونعوض أيضا في نفس العلاقة داخل المجموع فتصبح 2 تربيع ناقص 2، زائد ونكمل نعوض عند كي 3 تصبح 3 تربيع ناقص 3، زائد نعوض 4 ونتوقف عند 4 لأن كي هنا من 1 تبدأ من 1 وتنتهي عند 4. ونوجد هذا داخل قيم داخل الأقواس، 1 تربيع 1 ناقص 1 يساوي لي 0، زائد القيمة الثانية 2 تربيع 4 ناقص 2 2، زائد 3 تربيع 9 ناقص 3 6، زائد 4 تربيع 16 ناقص 4 تساوي لي 12، ومن ثم نجمع 0 زائد 2 تساوي لي 2 زائد 6 8 زائد 12 20، فيكون قيمة S هي 20. الفرع الثاني مطلوب إيجاد S والتي تساوي لي مجموع K من 1 لغاية 5، هنا 5 ناقص 2 K الكل تربيع، وهنا نعوض كي 1 ثم 2 ثم 3 لغاية 5، وبالتالي تصبح 5 ناقص 2 في 1 الكل تربيع، زائد 5 ناقص 2 في 2 الكل تربيع، زائد 5 ناقص 2 في 3 الكل تربيع، زائد 5 ناقص 2 في 4 الكل تربيع، زائد 5 ناقص 2 في 5 الكل تربيع، وهنا يساوي لي 5 ناقص 2 2 ضرب 1 2، و5 ناقص 2 3، إذن تصبح 3 تربيع، زائد 2 ضرب 2 4، و5 ناقص 4 هي 1 تربيع، زائد 2 ضرب 3 ويصير عندي 5 ناقص 6، 5 ناقص 6 يصبح عندي -1 تربيع، زائد 5 ناقص 8 أصبح عندي -3 تربيع، زائد
50 ناقص 10 يصبح سالب 50 تربيع، وفي النهاية 3 تربيع 9 زائد 1 تربيع 1 زائد سالب 1 تربيع 1 زائد سالب 3 تربيع 9 زائد ناقص 5 تربيع 25، ويكون الجواب 9 زائد 1 10 زائد 1 11 زائد 9 20 زائد 25 45، وبالتالي هذه قيمة S في الفرع الثاني، S تساوي لي 45. وإلى هنا أعزائي الطلبة نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونرجو أن تكونوا استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.